بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حديثي إليكم أيها الإخوة حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة تضمنت أمرا ربانيا للمؤمنين، ومن رحمة الله عز وجل وفضله أنه ذكر مع هذا الأمر ما يحمل المؤمنين على امتثاله. أما الأمر فهو قوله سبحانه: استجيبوا لله وللرسول. وما أحوجنا أيها الإخوة والمسلمين جميعا إلى امتثال هذا الأمر، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه معارضة الأوامر الربانية بالأهواء، وكثر النكوص عن امتثال تلك الأوامر، وكثرت الشهوات والشبهات الصادة عن امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم إن من رحمة الله بعباده أنه ذكر لهم في هذه الآية مع هذا الأمر أسبابا تحملهم على امتثاله ترغيبا وترهيبا، فرغب بأمرين ورهب بأمرين. أما الترغيب فالأمر الأول الذي جاء فيه الترغيب في الامتثال هو المخاطبة باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. خاطبهم باسم الإيمان الذي شرفهم به جل وعلا وامتن عليهم بجعلهم من أهله، وهذا الخطاب يقتضي الامتثال والطاعة لله ولرسوله من وجهين: الوجه الأول أن الإيمان الحق يقتضي طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الوجه الثاني أن الإيمان نعمة من الله عز وجل على المؤمنين، تستوجب عليهم الشكر بطاعة المنعم جل وعلا. أما الأمر الثاني فتضمنه قوله سبحانه: إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله إذا دعاكم هذا ليس قيدا في الاستجابة، بل بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وبيان أنه تجب طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يدعو إليه لعصمته. وقد أفرد صلى الله عليه وسلم حيث قال دعاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المباشر لدعوة المؤمنين، المبلغ عن الله عز وجل البلاغ المبين. هذا الجزء من الآية تضمن ترغيبا ببيان
الثمرة العظيمة التي يجنيها المؤمنون من الاستجابة لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية أيها الإخوة والحياة الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، والمؤمنون يتفاوتون في هذه الحياة بحسب تفاوتهم في استجابتهم لله ولرسوله، فأكمل المؤمنين إيمانا أكملهم استجابة، وهؤلاء المستجيبون هم الأحياء وإن ماتوا، ومن سواهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحياة الطيبة في طاعة الله وطاعة رسوله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة الحقيقية تحصل للمؤمنين باستجابتهم لله ولرسوله عن طريق الوحي الذي أنزله الله، ولهذا جعل الله هذا الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعل الله الوحي روحا في هذه الآية لأنه تحيا به القلوب باستجابتها لطاعة علام الغيوب، كما أن الروح يحيا بها البدن. ومع هذا الترغيب بالأمرين المتقدمين، فقد جاء الترهيب من النكوص عن الاستجابة لله ولرسوله، وذلك بأمرين: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا. هذه اللفظة تتضمن إنذارا وإعذارا وتهديدا، كما يقال أو تقول لمن تنذره: اعلم أني سأطلع على عملك وسأحاسبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والمعنى كما ذكر المفسرون أن الله عز وجل يملك على المرء قلبه فيصرفه كيف يشاء، فيحول بينه وبين الكفر والمعاصي إذا أراد هدايته، ويحول بينه وبين الإيمان إن أراد إضلاله. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وقد بين الله عز وجل في القرآن أن من أسباب إضلال الله للعبد أن الله عز وجل يبين له الحق
فينكص عن الاستجابة له فيعاقب بالإضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ففي قوله واعلموا تحذير من أن تارك الاستجابة قد يعاقب بأن يحال بين قلبه وبينها في مستقبل حياته. وهذا الأمر أيها الإخوة يدعو المؤمنين إلى الافتقار إلى ربهم عز وجل والاستعانة به على الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتضرع إليه جل وعلا في تثبيت قلوبهم وصرفها إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أخبرتا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ابن تيمية تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ومما نستفيده من هذا الأمر أن من تيسر له طريق من طرق الطاعة لله ولرسوله فينبغي له أن يسلكه وألا يسوف في ذلك، لأن من ترك الاستجابة قد يحال بينه وبينها. الأمر الأخير أيها الإخوة وهو الأمر الثاني ترهيبا ذكره جل وعلا بقوله وأنه إليه تحشرون، لما خوفهم عاقبة الحال في الأمر الأول حذرهم من شأن المآل. وهذا تضمن تأكيدا لحقيقة عظيمة وتذكيرا بموقف رهيب يقفه العباد بين يدي الله عز وجل. أنت أيها العبد الآن تملك الاستجابة بإرادتك متى شئت، وسيأتي اليوم الذي تخرج فيه من قبرك وتساق مع جموع الناس رغما عن أنفك إلى أرض المحشر لا تملك شيئا، وهناك يفرح المستجيبون ويجدون من الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الجزيل، ويندم الناكصون عن الاستجابة ولا ينفع الندم حين ذاك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، رواه البخاري. هناك ستلقى جزاء الاستجابة أو جزاء الإعراض، ولا يظلم ربك أحدا.
وفي قوله وأنه إليه تحشرون تقديم الجار والمجرور إليه يعني لا إلى غيره. فتنبه أيها العبد أن أولئك الذين يزينون لك الإعراض عن أمر الله ويأمرونك بمعصية الله لن تحشر إليهم بل ستحشر إلى ربك، لكنهم سيحشرون معك فيتبرؤون منك، ولن ينفعك الاعتذار بطاعتهم. وهذا المعنى ذكر في القرآن في مواضع متعددة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بآياته وأن يرزقنا الاتعاظ بعظاته وأن يوفقنا ويعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.